جماعة هسا بس شبان يطلعوا يروحوا ياكلوا مثلا بمطعم شو باكلوا؟ وجبتين سوبر وجبتين دبل كبيرها يعني صح؟ بدي افرجيكم الفاتورة اللي طلبها احمد هسا. الفناتيش على معلم. وين احنا يا معلم؟ شارع السعادة. شارع السعادة، شو جايين نسعد مين؟ جايين نسعد بطولنا. اسمع انا راح يصير عندي كرش من ورا هاي القصة. اخوان احنا شو اسمه؟ اجينا هيك على شارع السعادة. اجينا ماكلين والله على شارع السعادة، قلنا نيجي نلف هيك زمان على اجواء الزرقاء. اولاد الزرقاء بعشقوك فيصل. يسعد لي ربك. يا الله تنزل. حاضر. لا حاضر. والله ما زعلك حبيبي. خلص والله يسعد ربك فيصل. يسعد ربك. حبيبي. يسعد دينك انت كمان. المهم يا جماعة جايين هنا. بس انا شو بدعك حبيب قلبي والله. جايين ماكلين وجايين هون فبحكي اسمعونا حاليا الفتره هاي اي شيء بدي اصور يعني انت رايح اتعشى رايح افطر او بدي اصور بنزل فيديو على يوتيوب. فالمهم فاجأني احمد بالاوردر اللي طلبه بصراحه يعني هسه لما ينزل الاوردر راح نفرجيكم. طبعا يا جماعه قبل ما يجهز الاوردر تبعنا راح اصور لكم هيك لفه صغيره بشارع السعاده المكان اللي احنا موجودين فيه حاليا. طبعا احلى شيء يا جماعه بشارع السعاده البسطاط. Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my bro. يلا نفرد كبير. يلا افتح افتح ابو الفناتيش افتح. كله تقسع يا هاي جولدن بلوم. يا الله يا زلمة. هاي المكسيك الحارة جدا جدا. المكسيكي. هاي المكسيكي مش حارة جدا جدا. هاي برجريتو لازم هاي برجريتو والله. يا الله ارفعني هيك من النص اشوف والله اشوف اشوف بس اشوف. يا سلام سهلات على بعض. هاي طبعا من فوق بتيجي لحمة وتحت فهيسة. في كمان واحدة؟ جايب كمان تنتين شاورما. لازم شاورما. الشاورما نكهة لازم نضلها هيك اشي. هاي الاكل معنا يا اخوان اليوم. قديش طلعت فاتورتنا سعرها والله؟ ما عدت الثاني ليرات كم؟ حدود الثمانية. طبعا الناس اللي بيحضرون من عمان. طب يا اسامه ما تخلص اللقمه بعدين تحكي. الناس اللي بيحضرون من عمان يا اخوان الزرقاء يعني سعرها كثير 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 يعني اي شيء تشتريه فيه بركه وسعره كثير قليل صح؟ طب احمد سكان طبعا احمد سكان الزرقاء. خلاص فاحكي لنا احمد كيف الاسعار والله شايفها؟ الاسعار عاديه يعني انتم اللي عندكم مش عاديه. لما تيجي على عمان والله تتفاجئ صح؟ يعني الاسعار هنا منيحه يعني تخيلوا كل اللي اكلناه طعم كثير زاكي يعني عشان ما هسه بحكي لكم كل اكلنا ما عدى تقريبا 10 دنانير ما عدى 9 دنانير حتى 8 دنانير وشوي فيعني كثير ممتاز بحكي لك على مطعم كويس يعني لو مطعم هام بجوز توك زي هيك كل شيء ب 5 ليره يعني جماعه هذا مش مطعم ابو الشلن انه محطوط في زبقه لا مطعم كثير مشهور في شارع السعاده ومطعم كثير مرتب يعني زاكي هسه حصور لكم الصاله وهيك حصور لكم الوضع بس هو كثير مطعم خرافي فاللي بدي اوصلكم اياه انه يا اخوان انه الاردن مش كل المناطق سعرها واحد مش سندويش الفلافل عندنا يا احمد حقه 90 قرش وب 60 قرش عندكم بالله قديش اقبالكم اكثر من ربع ليره بشتروهاش بربع ليره سندويش الفلافل لحد الان موجوده يعني عن جد ففي فروقات كثير بالنسبه للاسعار بالمناطق بتختلف اكيد يعني فبس اخوان يعني خلينا هسه بدنا نطلع من المحل ان شاء الله وبرضه نصور لكم طريقنا واحنا مروحين ونفرجيكم شارع السعادة والزرقاء هيك واحنا مروحين برضه بطريقنا بس قبل هيك خلينا نروح نغسل ايدينا ونظبط الامور بعدين نطلع من المطعم ان شاء الله ونكمل حكي اخوان احنا قعدنا هون على طاولة رقم 6 وشوفوا الناس مش مقصرين في الكتابات فاي حدا بيجي من بعدينا خالي خوالي خوالدي اخوان اي واحد بيجي من بعدينا من تاريخ تنزيل الفيديو يكتب هون
الفيصل, الفيصل الزعيم يكتب تحت اسمي أسامة جهاد. إخوان بدي أجي السنة الجاية ألاقيها كلها وراي مكتوب الفيصلي. ماشي أنا عشان ما بهون لي إنه أكتب فأنتوا اكتبوا. أبو فرديش نسوان؟ لا بلد نشوف والله نسوان شو كاتبين هون. معقول قلوب حب وياك؟ هاي الصالة يا جماعة. طبعا يا جماعه انا ما بفهم كثير في الساعات, فالساعه هي اجتني هديه من مديري بالنادي في راس الخوالده, فحبيت انه اسعرها اشوف كيف سعرها, فحكوا لي سعرها 80 ليره جديده. فحلو والله يخلف عليك ابو الفرس انه رد لك اياها بالافراح ان شاء الله حبيبي. اللي سعرتها عندهم برضه شوفوا كيف معلم الساعات والاجواء والحركات. والله يخلف عليك ابو الفرس. بس احمد من هون نطلع من شارع السعاده من هون. هذا اوله ولا اخره؟ طيب شو بدي اوله من شارع الجيش يعني. انا بعرفش كثير لانه بالزرقاء والله واسماء وهيك. فاحنا رايحين على شارع الجيش يعني صح؟ ايوه احنا رايحين يا جماعه هيك على شارع الجيش. طبعا الزرقاء شعبيه كثير يعني اكيد الكل بيعرف انها شعبيه يعني زيها زي وسط البلد هيك اجواء. جماعه احمد بحكي لنا انه في محل هون قهوه ايش؟ ايش مرتب؟ ايش مرتب زي عن زي عمان وهيك يعني ايش مرتب مرتب؟ ايوه طيب تعال بس يلا تعال يلا ننزل مع بعض. زي عنا بعمان. اه خلص انا عشت لي 4 سنين بعمان صرت ابن عمان هيك معلم. طبعا انا كنت ساكن برصيفي زمان. هيا يا اخوان سلاش ما خليني اعطيكم شوي من الفويس اوفر. إخوتي هنا ينتهي شارع السعادة ويتصل بشارع الجيش إلى أن تلتقي بأحمد باسم الفنتوش مقدم مراسل صحفي مهندس شركة أمنية للسياحة والسفر. وهنا هذا النفق يؤدي إلى محلات بيع السيديات والساعات والعطور. إنه الآن مغلق هذا النفق الذي يمتد فقط للمشاة. كان معكم نوكلس. كان معكم أسامة جهاد وأحمد باسم الفنتوش من قلب شارع الستين. شارع الستين من قلب شارع السعادة. ودمتم بسعادة ولنا لقاء آخر. سلام.